لسه مكملين معانا مشاهدينا في محافظة دمياط، ولسه مكملين معانا في جولتنا. واحنا في جولتنا قابلنا مصنع استاذ عبده النجار. استاذ عبده النجار راجل طيب وبسيط. دخلنا عنده قلنا له ما تدوقنا كده حاجة من عندك يا استاذ عبده، وبصينا كده عنده جوه. بصراحة مفيش حاجة تتقال عنه غير ان كل خير يتقال عنه. حد بقى مضمون عنده المزارع بتاعته والمزرعة جنب المصنع، ياخد اللبن يوديه المصنع يشتغل على طول، ولا بقى في تخزين ولا في لف ولا يجيب من هنا ولا يجيب من هنا. لا اللبن ده حلو على اللبن الوحش ونحطه على بعض، لا 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 لا، هو على طول يجيب من المزرعة على المصنع بتاعه. واحنا في التقرير بتاعنا صورنا المزرعة او جزء بسيط من المزرعة، لان ما شاء الله المزرعة تشرف، يعني حاجة كبيرة وضخمة، واحنا ما قدرناش ان احنا نصورها كلها طبعا، لان احنا بنروح مش عن يعني ميعاد سابق، لا احنا بنروح في جولتنا مفاجئ علشان نشوف بعينينا الناس اللي ماشية صح. راجل لابس كمامة وجوانتيات، ويعني طبعا ده ما بتلاقيهوش كتير في الناس البسيطة اللي من القرى، يعني ساعات مش بيهتموا بالحاجات دي او مش مستدركين مدى الوباء اللي احنا فيه. مش هتكلم كتير، تعالوا معانا مصنع عبده النجار وشوفوا الكلام اللي انا قلته في التقرير. اتفضلوا معانا. عبده صابر النجار. جبنا بيضة اسطنبولي وجبنا رومي. والله احنا عندنا جودة عالية في المنتج بتاعنا، في الجبنة الرومي والجبنة البيضة، وفي وقاية وحرازة من الصحة في نظافة، وفي اللبن بنجيبه بنشغله طرفه بطرفه، ما بنبيتش اللبن، وبيبقى بيجي من المزرعة بتاعتنا على طول، بيخش المعمل بيشتغل، بيطلع منتج سليم 100% من مزارعنا. من مزارع بتاعتنا. والله احنا بنلبس الجوندات وبنلبس اللي هي جوندات وكمامات، بنعقم المكان دايما على طول بنطهر. احنا بنشغل لبن حليب طازة، ما فيش فيه اي مجنسات ولا فيه اي مدخلات اخرى، حليب طازة. احنا بنشكر سيادة الرئيس على مجهوده اللي هو بيعمل اقصى جهده في الدولة، وواقف جنب الناس وبيدعم المواطنين على الانتاج الكويس، ونشكر رئيس الدولة.